والسلام على اشرف المرسلين وبعد. اخوانا الطلاب اخوات الطالبات، اهلا بكم في الفصل الثاني من مقرر إدارة الأعمال الدولية. وقبل ما نبدأ الفصل الثاني، خلينا نسترجع مع بعض الفصل الأول وما درسناه في الفصل الأول سريعا. في الفصل الأول درسنا تعريف مفهوم إدارة الأعمال الدولية، الاستثمار المباشر وغير المباشر، التجارة الخارجية، تجارة السلع والخدمات، خدنا نبذة سريعة عنها وحناخد بعد كده بالتفصيل لاحقا، أنواع الأعمال الدولية الأخرى، الشركات المتعددة الجنسية والأعمال الدولية، ومنهج إدارة الأعمال الدولية ومسببات العلماء. قلنا الأعمال الدولية هي معاملات بين أفراد ومنشآت بين دول مختلفة، أو تجارة أو استثمار بين منشآت تجارية في دولة ما ومنشآت تجارية ذات صلة بالأولى في دولة أخرى. دي مفهوم الأعمال الدولية. قلنا في هذا المفهوم في شرط مهم جدا، أن هذه الأعمال تكون دائمة وليست عارضة ومقاطعة. قلنا يعني الشركة لو صدرت حجم جزء من منتجاتها بشكل عارض أو مؤقت، أو عملت صفقة سريعة في سوق دولي أو في سوق دولة أخرى غير الدولة التي تقع فيها الشركة، فبالتالي دوت لا يعتبر المعاملات الدولية ولا يندرج تحت مفهوم الأعمال الدولية، ولكن يجب أن يكون أن تكون هذه الأعمال دائمة وليست عارضة أو مؤقتة. أيضا قلنا يتم من خلال الأعمال الدولية انتقال السلع وأيضا انتقال الخدمات أو تجارة الخدمات، وانتقال القروض وانتقال المنح والإعانات الرسمية في شكل تبادل العمالة أو أشخاص أو تقنية. كل دوت يعبر عن مفهوم المعاملات الدولية. يعني النهاردة يا جماعة مش بس بنتكلم عن تجارة السلع، هناك تجارة خدمات، وتجارة الخدمات اتكلمنا عنها وقلنا ان في تطور كبير جدا حصل في هذا المجال. قلنا ايضا اتكلمنا ايضا قلنا ان راس المال بينتقل من مكان لمكان سواء في شكل قروض او منح او اعانات رسميه. قلنا برضو العنصر البشري نفسه بيتحرك من مكان لمكان، كما ان التقنيه تتحرك من مكان الى مكان. اتكلمنا على الاستثمار المباشر وغير المباشر. قلنا الاستثمار المباشر هو شراء وتملك اصول خارجيه في الشركات العامله او المساهمه فيها. هنا احنا نمتلك شيء ملموس في الاستثمار المباشر. خلي بالكم بنمتلك شيء ملموس، بنشتري فرع شركة، بنمتلك وصول تمتلكها شركات أخرى في أسواق دولية إلى آخره. يعني هنا في أصل ملموس بنحصل عليه أو نتحصل عليه، ولكن الاستثمار غير المباشر هو شراء أوراق مالية زي الأسهم والمستندات. النهاردة مثلا في شركة موجودة في البحرين أو في الإمارات، أنا هنا في السعودية بشتري أوراق مالية أو بشتري أسهم ومستندات في هذه الشركة اللي موجودة خارج القطر، ولكن طبعا هذه الأسهم ما بتدينيش حق ان انا اسيطر على المؤسسة او اكون مشارك في بعض الاشياء، ولكن بشارك في الربح بتاعها بشكل اساسي. لكن اذا خلينا نعرف ان الفارق ما بين الاستثمار المباشر وغير المباشر، ان الاستثمار المباشر هو استثمار فيه اصول ملموسة، بينما الاستثمار غير المباشر هو استثمار فيه اوراق مالية زي الاسهم والمستندات والاخرى. وتكلمنا طبعا على التجارة الخارجية بشكل سريع، ادينا نبذة عن تجارة السلع وتجارة الخدمات. وقلنا ازاي الدول الصناعية بتساهم بنسبة تصل من 60% إلى 70% في التجارة العالمية، وفي جداول عندكم يا جماعة رجاء يتم مراجعة هذه الجداول في الكتاب لأنها بتدي بعض المؤشرات. طبعا اتكلمنا برضو على أنواع الأعمال الدولية، اتكلمنا على ترخيص أو هو زي الفرانشايزنج، هنا الشركة الأجنبية بتسمح شركة أخرى في بلد آخر باستعمال تقنية معينة طورتها الشركة الأجنبية أو باستخدام البراند نيم بتاعها والعلامة التجارية بتاعتها مقابل في التزامات مالية بتدفعها الشركة المحلية، ده بنسميه الترخيص احنا يا جماعة. وفي فرانشايزنج برضو انك تسمح للمؤسسة باستخدام العلامة التجارية واستخدام آليات العمل مقابل نسبة المبيعات سنويا. وطبعا كنا قلنا الأساليب ديت أدت إلى اتساع الأنشطة، اتساع أنشطة الشركات في العالم كله، وأيضا أدى لاستفادة شركات استطاعت أن تحصل على تراخيص بحقوق امتياز من شركات أخرى، واستطاعت أن تبني بيزنس جيد يعني في الدول بتاعتها. اتكلمنا برضو على نوع اخر من انواع الاعمال الدولية اللي هو تسييم المفتاح. قلنا تسييم المفتاح النهاردة الشركة الاجنبية بتعمل مشروع متكامل سواء مستشفى او مصنع او مجمع عقاري او كذا او كذا او مطار لاخره، ويتم تسييم الشركة متعاقدة المفتاح حتى تبدأ في تشغيل المشروع. يعني هم المفروض الشركة الاجنبية هنا بتنشئ المشروع وتحط كافة الانظمة بتاعته، تبدأ بعد كده الشركة الموجودة في الوطن او في المقر او في المنطقة المحلية تبدأ تشغل هذا المشروع. قلنا احيانا كتير جدا بعد الشركة الاجنبية ما بتنشئ المشروع وتؤسسه غالبا بتشغل المشروع بعد كده، خاصة اذا كان لديها خبرات في مجال التشغيل.
اتكلمنا على عقود الإدارة أيضا، وقلنا القصة إن في شركات محترفة في مجال الإدارة عندها إمكانيات عالية جدا في مجال الإدارة. فإحنا مثلا على سبيل المثال عندنا مستشفى وعندنا شركة وعندنا أي مرفق من المرافق ولا نستطيع أن نديره بشكل احترافي، فهنا بنعهد إلى شركة أجنبية تدير هذا المرفق، وده مقابل إيه؟ نصيب من الأرباح. في عقود التصنيع بقى مش هندير لا، لكن هنصنع. فأنا النهاردة في اتفاقيات إنتاج بالوكالة، بمعنى إن أنا كشركة بكلف شركة أخرى في بلد آخر بإنتاج لصالحي أنا، واخدين بالكم؟ قلنا قبل كده في أمثلة شركات تايوانية بتنتج لحساب أي بي إم الأمريكية، أو شركات في هونج كونج ممكن تنتج ملابس أو آخره لشركات خليجية أو آخره. فدي إذن بنسميها عقود التصنيع، عقود التصنيع اللي هو إنتاج بالوكالة. عقود الإدارة بقى هي ممكن نعتبرها إدارة بالوكالة بقى، يعني إنك أنت بتوكل شركة إنها تدير المشروع بتاعك. عقود الوكالة والوكلاء ديت المتعلقة باستخدام وكلاء أو الاعتماد على وكلاء في توزيع منتجات أو بيع منتجات، الكلام ده طبعا موجود في أسواق السيارات وغيرها، والكلام ده معروف طبعا، نشاط مهم من نشاط الأعمال الدولية. اتكلمنا عن الشركات المتعددة الجنسية، قلنا هي شركات ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة، ما فيش جنسية بتسيطر عليها، ولكن هذه الشركات موجودة في دول متعددة، في كل دولة هتلاقي موظفين من التابعين لهذه الدولة هم بيمسكوا الشركة وبيشغلوها، ولكن الشركة ليها طبعا مركز في الدولة الأم الهوم كانتري، ونشاطها طبعا بيصل لعدد كبير من الشركات ومن عدد كبير من المناطق. وهذه الشركات طبعا بتسيطر سيطرة كبيرة جدا على اقتصاديات العالم كله في الوقت الحالي. ودينا مثال لشركات موبيل الأمريكية، وفي شركات كثيرة جدا موجودة في الجداول ياريت نرجعها يا جماعة. وقلنا ما يميز الشركات متعددة الجنسيات تحكمها في نشاطها الاقتصادي في أكثر من قطر، يعني النهاردة هي هذه الشركات موجودة في كذا مكان وفي كذا دولة، تستطيع أن تتحكم في هذا النشاط بشكل كبير، قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول، كل دولة ليها طبيعة خاصة وليها ظروف خاصة. فهذه الشركات عندها قدر من الاحترافية يمكنها من إدارة هذه الفوارق والاستفادة منها. المرونة الجغرافية بمعنى قدرتها على التنقل من مكان لمكان، أو قدرتها على التوطن في مكان في أماكن مختلفة. اتكلمنا على إدارة الأعمال الدولية، قلنا هي جزء من إدارة الأعمال، قلنا يا جماعة نفس القواعد اللي بيتم تطبيقها في مجال إدارة الأعمال واللي احنا خدناها قبل كده وبندرسها دايما، هي ذاتها يتم تطبيقها في مجال الإدارة الدولية مع مراعاة أبعاد معينة، إن هناك في عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية تنطبق على وضع تكون فيه الشركة موجودة في أكثر من مكان وليس في وطنها الأم فقط. إذن إدارة الأعمال الدولية هي تعتمد على نفس المنهجية ونفس القواعد الخاصة بإدارة الأعمال، ولكن مع إضافة تأثير البعد الدولي، ومن ثم وجود آليات للتعامل مع هذا البعد، ودوت إحنا بنحاول نوضحه في هذا المقرر. وتكلمنا طبعا على تباين واختلاف المكونات السياسية، وتكلمنا على اختلاف العادات والتقاليد بشكل سريع يعني، واختلاف النظم النقدية. طبعا طبيعي جدا طالما أنا النهاردة بشتغل أو بأدي نشاطي في أكثر من منطقة وأكثر من دولة، طبيعي أننا ما بين دولة أخرى هناك اختلافات ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية ونقدية ومصرفية لأخره، فأنا بتعامل مع هذه الاختلافات. وبعد كده بتكلمنا برضو أهداف الإدارة الأعمال الدولية، قلنا نعرف الفوارق، نفهم أسباب الاختلاف، وإزاي نتعامل مع هذا الاختلاف. أدي يا جماعة بمنتهى البساطة إن احنا نعرف الفوارق ما بين ممارسة إدارة الأعمال من بلد لبلد، إن احنا نفهم أسباب الاختلاف وإزاي احنا نتعامل مع هذه الاختلافات. وتكلمنا على مسابات العلماء، قلنا إيه اللي خلى الكون كله يعني الآن أصبح قرية صغيرة، وأصبح يعني الحدود بتاعته تقاربت بشكل كبير، والحواجز أزيلت بشكل كبير. وتكلمنا على تحرير التجارة الدولية، وتكلمنا على زيادة التكامل الاقتصادي، وتكلمنا على تحرير الاقتصاديات، وتكلمنا على تطور التكنولوجيا. النهاردة يا جماعة التكنولوجيا تطورت بشكل كبير، فقربت بين المناطق وقربت بين الدول، واستطاعت الشركات الكبيرة أن تستثمر هذا التطور في أن تصل منتجاتها إلى أماكن كثيرة جدا ومناطق كثيرة جدا في العالم. نبدأ في الفصل الثاني، والفصل الثاني يتناول نظريات التجارة الخارجية. نظريات التجارة الخارجية بندرس أولا نظرية الميزة المطلقة، ثم نظرية الميزة النسبية،
ثم نظرية نسب عناصر الإنتاج، ونتحدث عن لماذا تتاجر الشركات مع الخارج، ونتحدث عن الميزة التنافسية للدول، ونتحدث على سياسة التجارة الحرة ودور الجات، ونتحدث على التكامل الاقتصادي. عناصر مهمة في هذا الفصل ندرسها بالتفصيل، ونشوف كيف تقوم التجارة الخارجية بين الدول، وكيف تتبادل الدول مع بعضها البعض السلع والمنتجات، وكيف يتم تسعير السلع والمنتجات. فصل من الفصول المهمة اللي بيدينا معلومات مهمة في مجال التجارة الخارجية. الفكرة هنا يا جماعة في هذا الفصل ان ليه عايزين نعرف ليه الشركات بتتعامل مع شركات اخرى، ليه الشركات بتسعى للتعامل معها في 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 مناطق مختلفة، ليه الدول بتسعى لتبادل منتجاتها مع الدول الاخرى، ايه السبب اللي يخليهم يعملوا كده، وازاي بيسعروا المنتجات والاخره. حاجات هنحاول نشرحها بشكل مبسط لانها فيها مفاهيم اقتصادية، فبنحاول نشرحها ان شاء الله بشكل مبسط باذن الله، واتمنى ان يصل هذا الشكل، يعني نستوعب هذا الفكر في هذا الفصل بشكل ان شاء الله واضح وبشكل سهل. بنبدأ هنا يا جماعة، هنفسر عملية التبادل بنظريات مختلفة. يعني الناس الباحثين المتخصصين في الاقتصاد بدأوا يفسروا او فسروا تعاملات الدول وتبادلها التجاري وتجارتها الخارجية بنظريات مختلفة. كل واحد بيجي يقول يا جماعة الدولة تتبادل سلعها مع الدولة الاخرى عشان كذا وكذا وكذا. فدوت اللي احنا جماعة اللي احنا بنشوفه في هذا الفصل اللي بندرسه في هذا الفصل. وكل نظرية خاضعة للنقد، وكل نظرية ليها ظروفها وليها معطياتها وليها قوانين معينة بتؤمن بيها، ومش شرط تكون نظرية صحيحة. لا، ممكن نظرية تيجي تفتح باب وتيجي نظرية اخرى بعدها تطور المعرفة اكثر وتتعمق اكثر في هذا الامر. اول نظرية هنسميها نظرية الميزة المطلقة، نظرية الميزة او سورت ادفانتج، او نظرية الميزة المطلقة. نظرية الميزة المطلقة، مؤسس النظرية مين يا جماعة؟ العالم الاقتصادي الشهير وابو الاقتصاد الحديث بيسموه، او مؤسس الاقتصاد الحديث اللي هو ادم سميث. ادم سميث ليه مؤلفات كثيرة جدا في الاقتصاد، ومن الناس اللي اثروا الحياة الاقتصادية والمعرفة الاقتصادية بشكل كبير، فهو مؤسس نظرية الميزة المطلقة. طيب، كلمة يعني مطلقة، حتى هي معنى كلمة مطلقة، واحنا ممكن ناخد المفهوم من كلمة مطلق يا جماعة. في مطلق وفي نسبي. نسبي يعني ممكن يكون متغير، يعني مش ثابت، يعني بشكل مطلق لا، يعني بشكل محدد، بشكل لا، في اختلاف هنا. النسبي متغير، بينما المطلق هو ثابت بشكل كبير. وبرضه في اختلاف تاني هنشوفه احنا هنا دلوقتي واحنا بنشرح هذا الفصل. طيب، نظرية الميزة المطلقة اللي اسسها او قدمها لنا ادم سميث، ايه النظرية دي بتقول ايه؟ خلي بالكم معانا يا جماعة ان احنا بنشرح نظريات تتعلق باسباب تبادل الدول، واسباب قيام التجارة الخارجية بين الدول، واسباب المعاملات عندما تتم بين دول مختلفة، بنحاول نصل الى تفسير لها واسباب لها. النظرية بتقول ايه؟ بتقول لي تنتج بعض الدول سلع معينة بطريقة اكثر كفاءة من دولة اخرى، هذا يعني ان هذه الدول تمتلك ميزة مطلقة. هنا يا جماعة المفهوم، هنا مفهوم التخصص، كلنا ندرك هذا المفهوم. النهاردة يا جماعة كل واحد فينا مفروض يبقى متخصص في حاجة معينة او متخصص في مجال معين. طبعا في طبيب، في المهندس، في المدرس، في المحاسب، في كذا في كذا في كذا، في العامل، في يعني في مختلف مجالات العمل ومختلف الصناعات والاخره، يظل مفهوم التخصص مفهوم قايم عليه حياتنا. واخدين بالكم يا جماعه؟ مفهوم قايم عليه حياتنا. كل واحد متخصص في حاجه، فالمتخصص في شيء بيقدر يقدمه بشكل كويس وبيقدر يضيف قيمه، ومن خلاله بيقدم رسالته في الحياه. ده شيء طبيعي. هذا المفهوم يتم تطبيقه على الدول. هذا المفهوم يتم تطبيقه عليه على الدول. فبيقول لك ان في دول عندها كفاءة انها تنتج سلع معينة بطريقة افضل واكفى واكثر فعالية واكثر جودة واكثر تميز واقل تكلفة من دول اخرى. ماشي يا جماعة؟ دوت معنى ايه؟ لما دولة تمتلك الكفاءة في انتاج سلع معينة افضل من دولة اخرى، معناها تمتلك ميزة مطلقة. بنسميها هنا ميزة مطلقة. ميزة مطلقة. طيب الميزة المطلقة دي بتيجي ازاي يا جماعة؟ الميزة المطلقة دي بتيجي ازاي؟ بيقول لي الميزة المطلقة بتيجي ان في كل دولة ربنا سبحانه وتعالى، وفي دول ربنا سبحانه وتعالى
ده مزايا معينة، موارد طبيعية معينة، موقع معين، واخدين بالكم يا جماعة، مكتسبات معينة خلتها تمتلك هذه الميزة، واخدين بالكم. فبالتالي النهاردة تلاقي دولة متميزة في كذا ودولة أخرى متميزة في كذا، زي ما احنا بالظبط البشر كده برضه، تلاقي في واحد متميز في حاجة معينة، التاني متميز في حاجة أخرى. فبالتالي هنا يا جماعة لما يكون في كل دولة متميزة في شيء معين، إذن يا جماعة لما كل دولة تتخصص في إنتاج حاجة معينة، معنى كده إن المنفعة هتعود على الجميع، هتعود على الدولة ديت، وستعود على دولة أخرى، وستعود على العالم كله بخير. تمام كده؟ فهنا بيقول لي النهارده الدولة لو اتخصصت في إنتاج منتج معين هتفيد نفسها وتفيد الـ وتفيد الـ وتفيد الناس اللي بتتعامل معاها. فهنا بيقول لي لكل بلد ميزة مطلقة في سلعة ما، وإذا ما تخصص كل بلد في إنتاج، إذا متخصص كل بلد في إنتاج السلعة التي له فيها ميزة مطلقة، وإذا كانت التجارة حرة بين البلدان، فيستطيع ذلك البلد الحصول على طريق الاستيراد، عن طريق الاستيراد على السلعة أو السلع التي ليس فيها ميزة مطلقة. يعني النهاردة هو بتميز، الدولة بتميز ميزة مطلقة أو كفاءة، عندها قدرة أن تنتج منتج معين بكفاءة أكثر من دولة أخرى، إذن هي هتتخصص في هذا المنتج وهتصدر هذا المنتج، يعني هي هتنتج هذا المنتج ما يكفي حاجتها ثم تصدر الباقي للخارج. في نفس الوقت هتقوم باستيراد السلعة اللي هي لا تمتلك فيها ميزة مطلقة. هذا الموضوع، هذا القانون بمنتهى البساطة والنظرية بمنتهى البساطة. فبالتالي احنا لكن محتاجين احنا نوسع معرفتنا شوية عشان برضو نرسخ هذه النظرية. اذا هي خلينا مبدئيا نقول ان نظرية ترتكز على مبدأ التخصص، كل دولة متخصصة في انتاج سلعة معينة تنتجها بكفاءة اكثر. طب ليه متخصصة وليه بتنتجها بكفاءة اكثر؟ عندها عوامل معينة طبيعية وغير طبيعية، هذه العوامل تمكنها من انتاج المنتج بكفاءة اعلى من دولة اخرى. هنا مديني مثال افتراضي، نحاول نستوعب مع بعض هذا المثال يا جماعة، نحاول نستوعب مع بعض هذا المثال. بيقول لي في بلدين، هنفترض ان في بلدين فقط، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا، يعني هو هنا بيحاول يفترض بعض الاشياء عشان يوصل المفهوم يا جماعة. في بلدين فقط هم الولايات المتحدة، وفي سلعتين القمح والنسيج، وهنفترض ان السلعتين دول بيتم تبادلهم او مقايضتهم، يعني انت تديني ايه وهتاخد ايه. هنا متكلمش، مفيش نقود، خلي بالكم في النظرية ديت بيفترض ان مفيش نقود. ليه؟ هو عايز يوصل لتصور معين، هنوصل معاه، هنمشي معاه نوصل معاه للتصور دوت ان شاء الله. فهو بيقول لي في بلدين، الولايات المتحده وبريطانيا، وفي سلعتين القمح والنسيج. قال لك يستطيع كلا البلدين ان ينتج كلتا السلعتين، كل البلدين الولايات المتحده وبريطانيا يستطيع كل واحده فيهم ان تنتج القمح وتنتج النسيج. الولايات المتحده تستطيع ان تنتج القمح وتنتج النسيج، وبريطانيا تستطيع أن تنتج القمح وتنتج النسيج. تمام. لكن هيفضل إيه بقى؟ إن في دولة يا جماعة عندها ميزة في إنتاج منتج معين أو سلعة معينة، وفي دولة أخرى عندها ميزة في إنتاج سلعة أخرى. عندها دولة يعني هنشوف مع بعض إن الولايات المتحدة الأمريكية عندها ميزة في إنتاج القمح، ميزة مطلقة، عندها موارد معينة، عندها طبيعة معينة، عندها حاجات ساعدتها نتميز في هذا المنتج. بينما بريطانيا عندها ايه؟ عندها ميزة في انتاج النسيج، واحنا خدها نحول دوت لارقام عشان نثبت المعلومة. يبقى احنا عندنا بلدين، الولايات المتحدة وبريطانيا، وعندنا سلعتين القمح والنسيج. الولايات المتحدة متفوقة او عندها ميزة مطلقة في انتاج القمح، وبريطانيا عندها ميزة مطلقة في انتاج النسيج. وخلي بالك كل اثنين الدولتين بينتجوا، ممكن ينتجوا المنتجين، ممكن ينتجوا المنتجين. خلينا نترجم دوت لارقام. قدامكم في الجدول على المحور الافقي انتاج 10 ايام عمل، وعلى المحور الراسي عندنا دول، وعندنا القمح، وعندنا النسيج بالطاقه. انتاج 10 ايام عمل معناها ان انا في 10 ايام عمل بنتج قد ايه. خلي بالكم هنا في نظريه تتعلق بالقيمه، هنشوفها بعد شويه، وهي القيمه تساوي العمل، هنشوفها بعد شويه نحددها بالتفصيل. لكن خلينا نشرح الجدول اللي قدامنا دلوقتي. قال لي عندي الولايات المتحده وعندي بريطانيا، دول الدولتين احنا قلنا عليهم، وعندي قمح المنتج او سلعه القمح، وعندي النسيج. القمح بيقاس بالطن، والنسيج بيقاس بوحده اسمها الطاقه، قد تكون طاقه كهربائيه الى اخره، لكن يقاس بوحده اسمها الطاقه. ماشي يا جماعه؟ وقدامي 10 ايام عمل. ايه معنى الجدول اللي قدامكم؟ ها نتامله كده ونحاول نستنتج فيه ايه المقصود. نبص في الجدول يا جماعه
وحد يحاول يعني حاول يتفسروا لي الجدول بيقول ايه. عندي في المحور الافقي 10 ايام عمل، وعندي في المحور الراسي الولايات المتحده وبريطانيا، وعندي قمح بالطن، وعندي نسيج بالطاقه، وعندي ارقام مختلفه في مربعات، في اربع مربعات. دوت معناه ايه؟ بيقول لي دوت معناه التالي، ان في 10 ايام عمل، 10 ايام عمل، خلي بالك ان احنا هنقيس قيمه المنتج هنا بالعمل، ودوت بنستخدمه هنا قيمه المنتج بالعمل بحجم العمل المبذول عشان نطلع وحده معينه من المنتج. فبيقول لي هو في المثال دوت بيقول لي ان الولايات المتحده بتنتج 90 طن من القمح في 10 ايام. بتنتج كام؟ 90 طن من القمح في 10 ايام، تمام. وبتنتج كام الطاقه؟ 20 وحده طاقه من النسيج، او 20 نسيج طاقه، ماشي، او 20 طاقه نسيج، ماشي. يبقى هي في ال 10 ايام يا جماعه 90 طن قمح و20 طاقه نسيج. ده بالنسبه للولايات المتحده. طب بالنسبه لبريطانيا، قال لي بالنسبه للقمح بتنتج في ال 10 ايام عمل، خلي بالكم هنا في مفهوم ال 10 ايام عمل، 30 طن قمح وتنتج 60 وحده نسيج بالطاقه. طيب دوت معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان الولايات المتحدة الامريكية عندها ميزة مطلقة فيه يا جماعة، عندها ميزة مطلقة فيه، عندها ميزة مطلقة في القمح، مش كده ولا ايه؟ الوقت اللي بتنتج فيه الولايات المتحدة في العشرة ايام 90 طن، بريطانيا بتنتج في نفس الوقت دوت او نفس الزمن دوت 10 ايام 30 طن، ماشي يا جماعه. يعني في اليوم تنتج الولايات المتحده كام؟ اليوم الواحد في 10 ايام احنا قلنا 10 ايام 90 طن، يبقى في اليوم الواحد كام؟ 9 طن. في اليوم الواحد 9 طن. طيب بريطانيا بتنتج في اليوم الواحد كام؟ 3 طن، ماشي يا جماعه. يبقى اذا الولايات المتحده تنتج 3 اضعاف بريطانيا في اليوم الواحد، يبقى عندها ميزه مطلقه في هذا المجال، ماشي يا جماعه، عندها ايه؟ ميزه مطلقه في هذا المجال. طيب نروح لناحيه النسيج بالطاقه. النسيج الولايات المتحده في 10 ايام عمل بتنتج كام؟ 20 وحده، بينما تنتج بريطانيا كام يا جماعه؟ 60 وحده. يبقى هنا بريطانيا عندها ايه؟ عندها ميزه مطلقه في صناعه النسيج، تمام. دوت الواضح. اذا هو المفروض النظريه بتقول لنا ايه؟ ان طالما الولايات المتحده عندها ميزه مطلقه في انتاج القمح، وبريطانيا عندها ميزه مطلقه في انتاج النسيج، اذا من الافضل للولايات المتحده ولبريطانيا ان يتبادل المنتجات، ان الولايات المتحده تنتج قمح وتستورد النسيج من بريطانيا، وبريطانيا تنتج النسيج وتستورد ايه؟ القمح من الولايات المتحده. دوت معنى الجدول كده يا جماعه. طيب قال لي هنا بقى سؤال بقى، كيف تبدا التجاره بين البلدين؟ طب احنا دلوقتي توصلنا لما شفنا الجدول دوت، واضح ان فيه زي ما قلنا في الولايات المتحدة عندها ميزة مطلقة في انتاج القمح، وبريطانيا عندها ميزة مطلقة في انتاج النسيج. طيب بعد كده هنشوف كيف تبدأ التجارة بين البلدين، كيف تبدأ التجارة بين البلدين يا جماعة، وكيف تحدد أسعار التبادل بينهم. بيقول لي أسعار التبادل هتحدد ازاي؟ أساس نظرية العمل أساس القيمة، العمل أساس القيمة يا جماعة. ايه العمل أساس القيمة؟ بيقول لي ان قيمه اي سلعه من قيمه العمل المبذول فيها. انا عشان احدد قيمه اي سلعه بحدد قيمه العمل المبذول فيها. هذا طبقا لهذه النظريه يا جماعه، يعني النظريه زي ما قلنا ليها افتراضات، عشان توصل لنتائج معينه ليها افتراضات. فبيقول لك ان اسعار التبادل، انا عشان اتبادل منتج مع دوله اخرى، العمل اساس القيمه، قيمه اي سلعه هتحدد من قيمه العمل المبذول فيها. بمعنى ايه؟ السلعه اللي هستغرق صناعه، في عندي سلعه بستغرق صنعها يومين او انتاجها يومين، وفي سلعة أخرى يستغرق صنعها يوم واحد. إذا قيمة السلعة الأولى هيكون ضعف قيمة السلعة الثانية، لأن السلعة الأولى هيستغرق العمل فيها يومين، والسلعة الثانية هيستغرق فيها العمل يوم واحد، إذا قيمة السلعة الأولى هيكون ضعف قيمة السلعة الثانية يا جماعة. طيب هو هنا هيقول لي إيه؟ هيقول لي هنفترض افتراضين. الافتراض الأول، خلي بالكم هنرجع للجدول ثاني، إن الولايات المتحدة مش هتتعامل مع بريطانيا. والافتراض الثاني لا، ان هيحصل تعامل ما بينهم او تبادل ما بينهم. فهو عايز يقول لك في كل حاله ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك يعني المختصر المفيد انك الولايات المتحده الامريكيه لو لم تتعامل مع بريطانيا وتتبادل معها القمح نظير الطاقه، هيبقى في مكسب ضعيف، الخساره هتبقى في خساره، هيبقى في مكسب ضعيف، لكن لما يبقى في تبادل
حب في مكاسب للطرفين. ده اللي عايزين نوصل له احنا في النظريه، وبتوضح اساس من اسس التعامل او التجاره الخارجيه. ما احنا قلنا الفصل دوت بيكلمنا عليه يا جماعه، التجاره الخارجيه بتقوم ليه بين الدول، التعاملات ليه بتتم بين الدول. هو عايز يوصلنا للحته ديت عشان في الاخر نوصل او نستفيد او تتولد لدينا قناعه بان التبادل في ظل قوانين معينه وفي ظل نظريات معينه بيكون مفيد للجميع، مفيد للدولتين اللي بيتبادلوا مع بعض المنتجات، ومفيد للعالم كله بشكل كبير، لان انتاج الدولتين بيزيد بشكل واضح، وده هنشوفه بعد شويه. فهنا بيقول لي السعر في الولايات المتحده ايه؟ طن القمح، طن القمح. خلي بالك هنا السعر ده، خلي بالك هنشوف السعر الاول يا جماعه في الولايات المتحده بس لما يحصل تبادل ما بينهم داخل الولايات المتحده. يعني النهارده المزارع داخل الولايات المتحده هيبادل انتاجه مع مين؟ مع العامل او الصانع داخل الولايات المتحده برضه. خلي بالك هيجيب لنا، بيجيب لنا حالتين، والحال اللي حصل فيها التبادل داخل الدوله، يعني الدوله هتنتج المنتجين وتشتغل داخل حدودها، او الحاله الثانيه لا يحصل تبادل ما بينها وبين دوله اخرى، عشان يبين لنا ايه الفائده اللي حصلت من التبادل. فهو بيقول لك النهارده الولايات المتحده النهارده يعني المزارع الموجود في الولايات المتحده عشان يتعامل مع الصانع الموجود في الولايات المتحده برضه في نفس المكان هيبقى التبادل ازاي. خلي بالك هو بينتج، المزارع بينتج 90 في 10 ايام بينتج 90 طن قمح، يعني في اليوم الواحد بينتج 9 طن، وفي النسيج الصانع الامريكي او الصانع الامريكي بينتج كام؟ بينتج 20 وحده، يعني 20 على ايه؟ على 10 ايام فيها ايه؟ فيها اللي هو فيها 20 10 ايام فيها 2. ماشي يا جماعه؟ معذرة. فهنا هنشوف بقى التبادل كيف يتم التبادل يا جماعه، معذرة، كيف يتم التبادل ما بينهم. فبالتالي المزارع المزارع الامريكي لما يجي يتعامل مع الصانع الامريكي ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هيقول له خد الطن القمح واديني كام؟ اقصاد ايه؟ ها؟ 4.5 طن نسيج. طن القمح، اديله طن القمح قصاد 4.5 طن نسيج، ده اللي هيحصل يا جماعه، ده السعر، يعني او سعر طن القمح هيساوي 4.5 طن نسيج، يعني المزارع في الولايات المتحده هدي للصانع طن قمح عشان ياخد منه 4.5 طاقة نسيج. ماشي يا جماعه واضحه ديت؟ تمام؟ طيب يعني حتى هنا بيقول لي ان 1 طاقة نسيج بتساوي 4.5 طن قمح، تمام. السعر في بريطانيا برضه نفس الكلام يا جماعه. الطن القمح هيساوي 2 طاقة نسيج. ما احنا نرجع احنا اهو عندنا هو في بريطانيا، خلي بالك احنا دلوقتي بنتكلم على التبادل داخل الدولة ما طلعناش بره. فداخل الدولة في بريطانيا يا جماعة هو بينتج في ال 30 طن في ال 10 ايام، ماشي؟ اذا في اليوم الواحد بينتج 3 طن، هنا بينتج في ال 10 ايام 60 وحدة طاقة، تمام؟ يبقى 30 الى 60، النسبة هنا 30 الى 60 يا جماعة، ماشي؟ يبقى هو عنده النسبة هتبقى 1 إلى 2، يبقى عنده طن قمح قصاد 2 طاقة نسيج. إذا المزارع في بريطانيا بيتبادل القمح مع النسيج، بيديه للمصانع في بريطانيا طن قمح وياخد منه إيه؟ 2 طاقة إيه؟ 2 طاقة نسيج. ياخد منه 2 طاقة نسيج. يبقى إذا نص طن قمح هنا هيساوي 1 طاقة نسيج. ده بيبين لي إيه؟ إحنا مش عايزين، إحنا يعني إحنا نحاول إن شاء الله نستوعبها بشكل يعني سهل مبسط، وهي سهلة ما فيها صعوبة، لكن هنوصل نتيجة في الآخر إن التبادل لما يتم ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا هيبقى فيه فايدة للاثنين. بينما لو ما كانش فيه تبادل لا الاثنين هيخسروا. وده ليه؟ لأن كل واحد فيهم متميز في حاجة، فهو عايز يقول لك إيه؟ أنا متميز في حاجة وأنت متميز في شيء آخر، خلينا نتبادل مع بعض هذه الأشياء. أنا هستفيد وأنت هتستفيد، بل العالم كله هيستفيد، لأن إحنا إنتاجنا إحنا الاثنين هيزيد لما كل واحد فينا يتخصص في شيء. دي النتيجة النهائية اللي عايزين نوصل لها يا جماعة. يعني حتى من الارقام المذكوره ديت احنا مش عايزين، لا احنا عايزين نوصل لنتيجه النتيجه النهائيه ايه؟ ان التبادل سيؤدي الى حدوث منفعه مين؟ للطرفين. طيب بيقول لي هنا بما ان 10 ايام في الولايات المتحده تنتج 90 طن قمح، اذا ما استغلت في زراعه القمح كما تنتج 20 طاقه نسيج، اذا ما استغلت في صناعه النسيج تصبح قيمه 90 طن قمح معادله مساويه لقيمه 20 طاقه نسيج نسبة تساويهما في العمل. هنا عايز نوصله في الاخر ان احنا بقى لو وصلنا لحالة تانية بقى،
وصلنا لحاله تانية. ايه الحاله التانية ديت؟ ان لا هيبقى في تبادل. احنا قلنا لو مفيش تبادل الوضع كذا كذا، وشرحنا الوضع بالظبط، قلنا السعر في الولايات المتحده هيبقى ازاي والسعر في بريطانيا هيبقى ازاي. لكن يا جماعه لما يحصل فيه تبادل، لما يحصل فيه تبادل بقى ايه اللي هيحصل؟ لما يبقى فيه تبادل هيبقى فيه منفعه للطرفين يا جماعه، هيبقى فيه ايه؟ منفعه للطرفين. فهنا بيقول لي ايه بقى؟ سيجد المزارع الامريكي انه يستطيع الحصول على اكثر من 4.5 طاقة مقابل كل طن قمح إذا ما بدله مع مين؟ مع الصانع البريطاني. يعني بدل المزارع الأمريكي ما يبادل القمح بتاعه ويقايد القمح بتاعه مع صانع أمريكي زيه، لا هو هيقايده مع مين؟ مع صانع مين؟ مع صانع بريطاني. القيمة هيحصل عليها أكثر، هو هناك هيديه الواحد طن عشان ياخد منه كام؟ 4.5 طاقة يا جماعة، مش كده ولا إيه؟ لكن هو لو ادال، خلينا نرجع للجدول، لو ادال البريطاني هياخد اكتر من كده. ماشي يا جماعه؟ هياخد اكتر من كده، تمام؟ يبقى هيصل، هو هتحصل على طاقه اكتر من كده، مظبوط يا جماعه؟ يبقى هو هنا خلي بالكم هنا لما نراجع دوت، يعني هنا في الولايات المتحده زي ما قلنا طن القمح بيساوي 4.5 طن نسيج، طن طاقه نسيج، ماشي؟ قلنا اذا واحد طاقه نسيج هتساوي 4.5 طن قمح دوت لو اتبادلوا داخل امريكا، داخل الولايات المتحده الامريكيه. ونفس الكلام بالنسبه لبريطانيا. لكن لما تحسبوها، لما يحصل عمليه تبادل، لما تبادل في الولايات المتحده هذه الكميه مع نظيره في بريطانيا هتبقى الاستفاده اعلى، هتبقى الاستفاده اعلى. يعني هنا يا جماعه هو هيديله هنا 90 طن قمح و20 هنا النسيج زي ما قلنا. هو هنا في المعنى كده انه في ال 10 ايام بينتج 9 طن قمح زي ما قلنا، وفي الاول واثنين وحده نسيج، تمام؟ قلنا وحده النسيج هنا وحده طن القمح بتساوي 4.5 طاقه نسيج، وحده طاقه، او يعني اسف، وحده طاقه نسيج هنا بتساوي 4.5 طن قمح، تمام يا جماعه؟ بريطانيا برضه نفس الكلام، حسبناها برضه طلعنا ان واحد طن القمح هيساوي 2 طاقه نسيج، او نص طن قمح هيساوي واحد ايه؟ طاقه نسيج. لكن لما يحصل تبادل يا جماعه، لما يحصل تبادل هيبقى الوضع مختلف. هيقول لك سيجد الصانع البريطاني انه يستطيع ان يحصل على اكثر من نصف طن القمح بماده الطاقه الواحده مع المزارع الامريكي بدلا من المزارع البريطاني. يعني هو هيتضح معنا ان الصانع المزارع البريطاني لما يتبادل مع المزارع الامريكي هيبقى الوضع مختلف، هيستفيد اكثر، ماشي يا جماعه؟ وبرضه المزارع الامريكي هيبقى هيستفيد اكثر لما يتبادل مع مين؟ مع الصانع البريطاني او المزارع البريطاني. دوت هنا هيبقى فيه الاستفاده هتبقى اعلى يا جماعه. احسبوها ثاني وبصوا تاملوا في هذه الارقام، هتجدوا بالفعل هيبقى الاستفادة أعلى لما تقارنوا بين الحالتين، إن هو لا يتبادل مع المزارع، تبادل المزارع في الولايات المتحدة مع الصانع في داخل الولايات المتحدة، أو لما يتبادل في المزارع في الولايات المتحدة مع الصانع في بريطانيا. هنا هيبقى يا جماعة هيبقى فيه اختلاف. خلي بالكم هنا يعني ممكن يحصل على وحدة نسيج واحدة قصاد 4.5 طن قمح، لكن هنا لما يحصل تبادل لا هيحصل على أكثر من واحد، هيحصل اكثر من وحده نسيج يا جماعه، خلي بالكم هيحصل عليه اكثر من وحده نسيج. لما احسبها النهارده 90 بنحسبها بنقارنها مع 60 يا جماعه، هيحصل اكثر من وحده نسيج. لكن هو لو 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 داخل الولايات المتحده هيحصل على هيحصل على واحد طاقه نسيج قصاد 4.5 طن قمح. اتمنى تكون وصلت، ولو فيها مشكله بنوضحها تاني وتالت مفيش اي مشكلة. لكن هي في الاخر احنا بعيد عن ارقام، بعيد عن ارقام، احنا بس حبينا نوضح المثال بارقام يا جماعة، لكن بعيد عن ارقام. عايزين نوصل له ايه؟ ان عندما تكون دولتان متخصصان في انتاج منتجات معينة، بحيث في دولة عندها كفاءة في انتاج منتج اكثر من الدولة الاخرى، من مصلحة الدولتين انه يتم تبادل هذه المنتجات، ماشي يا جماعة؟ قال لي كمان حتى لما نشوف احنا الموارد الدولتين طبعا ونشوفها بارقام، وانا برضو مش عايز اتوقف عند ارقام كتير هنا عشان مبقاش عندكم يعني في اشكاليه، ان احنا مش موضع هنا موضع ارقام، ولكن موضع فهم المبدا نفسه. واخدين بالكم ان هو كل واحد فيهم لو تخصص في انتاج منتج معين بالتاكيد ان الانتاجيه هتزيد في كل عند كل واحد فيهم، والعالم كله هيستفيد استفاده اكتر. وحتى مدين هنا قال لي لو افترضنا ان كل مواد الولايات المتحده وطاقاتها تعادل 2000 يوم عمل، يعني الولايات المتحدة عندهم 2000 يوم عمل، وكانوا مقسمين ده، وكل موارد بريطانيا
ألف يوم عمل، قال لي هنا حجم الكعك هيبقى ازاي والوضع هيبقى ازاي. احنا مش برضو مش هندخل في ارقام دي في الحسابات كتيرة، مش عايز ادخلكم فيها، ومش عايزين احنا نحاول ان احنا نصعب العملية، وعايزين نسهل العملية. لازم ندرك تماما ان احنا لو في تبادل حصل بين دولتين، كل دولة هتستفيد والعالم كله هيستفيد. دوت ملخص نظرية الميزة المطلقة يا جماعة، لما تكون في دولة متميزة في انتاج منتج معين اكثر من تميزها في انتاج منتج اخر. طيب هننتقل بعد كده لنظرية الميزة الايه النسبية. ننتقل بعد كده لنظرية الميزة النسبية. هذه النظرية بيسموها هي نظرية التكلفة النسبية، ومؤسس هذه النظرية هو ديفيد ريكاردو. مؤسس هذه النظرية مين؟ ديفيد ريكاردو. برضو نفس الاساس، العمل اساس القيمة، بيحسبوا الوحدات يا جماعة واسعار الوحدات من حجم العمل فيها بالظبط. فهنا بيقول لي برضو نفس المثال، قال لي لو يعني قيمة اي سلعة يحددها حجم العمل الذي يكفي انتاجها او ما يستغرقه انتاجها من وقت، على ذلك يكون ثمن السلعة التي يستغرق انتاجها يومين ضعف ثمن السلعة التي يستغرق انتاجها يوم واحد. قال لي حديني مثال برضو تاني عشان يوضح لي نظرية الميزة النسبية. الولايات المتحدة وبريطانيا ينتج كل واحد منهما القمح والنسيج، برضو نفس القصة، الا انت الانتاجيه مختلفه في كل منهما. خلي بالكم احنا هنشوف الوضعيه مختلفه ازاي. الولايات المتحده بتنتج كل واحده من سلعتين بدرجه كفايه، يعني ايه؟ هي ارخص مما تستطيع بريطانيا. يعني خلي بالكم في الميزه المطلقه كان في دوله متميزه على الاخرى، في دوله متميزه على الاخرى معذره، في انتاج منتج معين. كانت الولايات المتحدة متميزة في انتاج القمح، بينما كانت بريطانيا متميزة في انتاج النسيج. هنا هنشوف حالة مختلفة، وبرضه هو هيفسرها لي. هو عايز يقول لك ايه؟ احنا قلنا كل باحث بيحاول يبحث في اتجاه معين عشان نوصل نتيجة. هو عايز يقول لك ان مش بس لما تكون دولة متميزة في انتاج منتج معين ودولة اخرى متميزة في انتاج منتج معين، هذه الحالة تبرر قيام التجارة الدولية بينهما، لا، ده قال لك في حالة تانية كمان. ايه الحالة ديت؟ ان يكون الدولة ممكن تكون دولة متميزة في الانتاج المنتجين، يعني بريطانيا وامريكا. هنجد في هذه الحالة ان الولايات المتحدة متميزة عن بريطانيا في انتاج القمح وانتاج ايه؟ النسيج. طيب ازاي؟ طب ازاي هيقوم التبادل بينهم؟ هو عايز يقول لي كده بقى، ان برغم ان الولايات المتحدة متميزة عن بريطانيا في انتاج المنتجين، الى ان هيبقى من مصلحة الدولتين تبادل فيما بينهما. ازاي بقى نعرف الكلام دوت؟ برضه بيكلمنا على 10 ايام عمل، الجدول دوت بيعرض لي 10 ايام عمل يا جماعه، وبيقول لي في الولايات المتحده يتم انتاج 90 طن قمح في 10 ايام، يعني في اليوم برضه 9 ايام، وفي نفس الولايات المتحده برضه بيتم انتاج 120 وحده طاقه من النسيج، 120 وحده طاقه من النسيج في نفس اليوم يا جماعه. بيتم انتاج 120 وحده طاقه من النسيج. طيب اذا هنا عندي بنتج في اليوم الواحد 12 وحده من الطاقه. طيب بريطانيا عندهم بينتجوا 30 طن من القمح و60 وحده طاقه من النسيج. اذا هنا هتلاحظوا يا جماعه، هتلاحظوا ان الولايات المتحده متفوقه في المنتجين. هنا في القمح الولايات المتحده بتنتج 90 طن وبريطانيا تنتج 30 طن في 10 ايام. اذا في اليوم الواحد القمح هنا هتنتج 9، الولايات المتحدة وبريطانيا هتنتج كام؟ 3 اضعاف. واضحة تماما. هنا برضو نفس الكلام، عندي هنا ضعفين على طول في النسيج. في الولايات المتحدة في 10 ايام هتعمل 120 وحدة، في بريطانيا بيعملوا في 10 ايام 60 وحدة طاقة. اذا واضح ان الولايات المتحدة متفوقة على بريطانيا في المنتجين. طيب هل معنى دوت ما تقومش التجارة بينهم؟ قال لك لا، في حاجة لازم نلاحظها كويس. ماشي يا جماعة، اني تفوق وتميز الولايات المتحدة في انتاج القمح اكثر من ايه؟ من تميزها في ايه؟ اكثر من تميزها في انتاج ايه؟ بمعنى ايه؟ ان الولايات المتحدة لما بتنتج القمح وبريطانيا بتنتج القمح، هنا خلي بالك الولايات المتحدة عندها قدرة تنتج 3 اضعاف بريطانيا. يعني هنا في اليوم الواحد هنتجوا 3 طن بريطانيا، في الولايات المتحدة العامل عنده او المزارع عنده قدرة يطلع 9 طن من القطن، يبقى 3 اضعاف على طول. لكن هنا لا، هنا هتلاقوا ضعفين بس يا جماعة. في الناحية التانية في النسيج هتلاقوا ضعفين بس. هو العامل هنا بينتج 12 وحدة
طاقة في اليوم، خلي بالك 10 أيام 120 في اليوم، حيبقى 12 وحدة. في بريطانيا العامل في بريطانيا بينتج 60 وحدة، باخدين في 60 وحدة في ال 10 أيام يا جماعة، يعني 6 وحدات في اليوم، يعني 12 على 6 فيها الاثنين، يعني خلي بالكم. الولايات المتحدة متفوقة على بريطانيا 3 مرات في في في, في إنتاج القمح، ومتفوقة على بريطانيا أيضا 2 مرات في إنتاج النسيج. إذن ده واضح إيه؟ إن تفوقها في إنتاج القمح أعلى من تفوقها في إنتاج إيه؟ النسيج. شفتوا إزاي دي؟ عشان كده سميناها الميزة النسبية. في تفوق لكن تفوق نسبي. خدوا بالكم يا جماعة. يعني متفوقة في حاجة ومتفوقة في حاجة تانية، في الاثنين متفوقة، لكن تظل في سين متفوقة أعلى من تفوقها في صاد. أظن ديت واضحة تماما ومحددة. طيب بيقول لك، طيب ليه يقوم التبادل ما بينهم؟ لماذا يقوم بينهم التبادل؟ قال لي في الولايات المتحدة طن القمح يساوي 1.33 طاقة نسيج، أي نص القمح يساوي 1 طاقة نسيج. طبعا احنا بننسب دي يا جماعة، خلي بالكم بننسب دي ماشي يا جماعة؟ ماشي، يعني 90 قمح 90 طن قمح بنسبها على 120 نسيج، يبقى 90 على 120 بتطلع لنا 1.33. يعني دوت في حاله ايه؟ في حاله ايه يا جماعه؟ في حاله ان ما فيش تعامل بين الولايات المتحده وبريطانيا. لا، ده الولايات المتحده المنتجات بتتبادلها داخلها، ما بتطلعش براها. فالمزارع بتدي، احنا خلي بالكم مفترضين في النظريات دي يا جماعه ان ما فيش نقود، ولكن في مقايضه وتبادل سلع. فهو بالتالي 90 على 120 هيبقى 1.33. معنى كده زي ما ذكرنا ان نص طن قمح يساوي 1 طاقة نسيج. ماشي. طيب في بريطانيا يا جماعة 1 طن قمح يساوي 2 طاقة نسيج، طبيعي جدا. النهاردة هتنسب ال 30 ل 60 يا جماعة، هتساوي نص على طول. يعني النهاردة في بريطانيا المزارع في بريطانيا هيدي نص طن قمح ويحصل على 1 طاقة نسيج. ده في حالة زي برضه نفس الحالة ان ايه، التبادل والتعامل هيتم ايه يا جماعة؟ هيتم داخل ايه؟ داخل الدولة. طيب بيقول لي بقى، خلي بالكم الكلام دوت يا جماعه، بالرغم من ان الولايات المتحده ميزه مطلقه في انتاج السلعتين، فان ميزتها في انتاج القمح اقوى من ميزتها في انتاج النسيج. الكلام ده حصلنا. يستطيع المزارع الامريكي ان ينتج من القمح في 10 ايام 3 أضعاف ما ينتجه المزارع البريطاني في نفس الفتره، بينما يستطيع الصانع الامريكي ان ينتج من النسيج في 10 ايام ضعفي ما ينتجه البريطاني في نفس الفتره. والامريكي اكفى في الاثنين، الامريكي اكفى من بريطانيا في الاثنين، لكنه اكثر كفاءه في القمح منه في النسيج مقارنه بمين؟ ببريطانيا. لذا يكون من مصلحه الولايات المتحده لو انتجت قمحا فقط واستبدلت فائضها مع بريطانيا، طالما تحصل على اكثر من 1.33 طاقه نسيج. عايز اقول لك ايه هو، طالما في تفوق نسبي، يعني هنا احنا متفقين هم الولايات المتحده متفوقه في القمح اكثر من تفوقها على بريطانيا في النسيج، هيكون من مصلحه الولايات المتحدة أن تنتج قمح فقط والفائض تستبدله مع مين؟ مع بريطانيا. ليه بقى؟ لو استبدلت الفائض مع بريطانيا هتحصل على نسيج، على طاقة نسيج أعلى من لو تم استبدالها داخل الولايات المتحدة. ماشي يا جماعة؟ يعني خلي بالكم هنا بنقول إيه؟ في الولايات المتحدة 1 قمح يساوي 1.33 طاقة نسيج، ده داخل الولايات المتحدة، يعني نص قمح يساوي 1 طاقة نسيج. وفي بريطانيا صح، لو 1 قمح هيساوي 2 طاقة نسيج، أو نص طن قمح يساوي 1 طاقة نسيج، ماشي؟ لكن لما يحصل تبادل بين الاثنين يا جماعة، هتلاقي إيه؟ هتلاقي تحصل الولايات المتحدة هتحصل على أكثر من 31 ديت، يعني 31 ديت واضحة قدامكم، يعني المزارع في الولايات المتحدة هيتبادل مع الصانع في الولايات المتحدة، هيديله طن قمح وياخذ منه 1.33 طاقة نسيج، ده داخل الولايات المتحدة، لكن هو لو تبادل طن القمح دوت مع الصانع في بريطانيا يا جماعة هيحصل على أكثر من كده يا جماعة. واضحة يا جماعة؟ هيحصل على إيه؟ على أكثر من كده. تمام؟ وبرضه بيقول لي في المقابل، أما بريطانيا فبالرغم من أنه ليست لها أي ميزة مطلقة في إنتاج أي من السلعتين، بل لها تخلف مطلق في كلتيهما، لكن وضعها أقل سوءًا في حالة النسيج منه في حالة القمح. وستستفيد بريطانيا من التخصص في النسيج ومقايضة فائضها بالقمح طالما تستطيع أن تحصل على ما فوق نصف على ما فوق نصف طن من القمح مقابل كل طاقة نسيج وهو سعره داخل
بريطانيا هنا بيوضح قيمة التبادل ما بين الدولتين وازاي الدولتين ممكن يستفيدوا من هذا الامر. وبالتالي دوت مفيد جدا ان تحصل التجارة الدولية ما بينهم، ومفيد للعالم كله كمان، او كل من يعمل في مجال التجارة الدولية ويسعى لإنتاج، يسعى لاستهلاك قمح او استهلاك نسيج، ان الانتاج في الدولتين دول يزيد عشان العالم كله يستفيد من انتاجهم. ده المقصود يا جماعة في هذه النظرية. خلي بالكم في نظرية الميزة المطلقة كانت الفكرة الأساسية ان الدولة متميزة في انتاج، دولة زي الولايات المتحدة متميزة في انتاج المنتجين، كانت دولة متميزة، دولة الولايات المتحدة متميزة في انتاج منتج معين، بينما بريطانيا متميزة في انتاج منتج اخر. في نظرية الميزة النسبية لا، هتلاقي الولايات المتحدة متميزة في انتاج المنتجين ولكن في منتج اعلى من منتج اخر. طبعا بيكلمني على افتراضات النظرية هنا اللي هي نظرية نسب عناصر الانتاج. بقى هتكلم هنا عن نظرية نسب عناصر الانتاج، يعني نتمنى ان احنا نكون ماشيين مع بعض كويس، ومفيش مشكلة ان احنا اي حاجة محتاجة توضيح زيادة ومحتاجة اعادة ان احنا في وقت اخر او في وقت لاحق بنعيد هذا الشرح والتوضيح مرة اخرى. لكن هي الفكرة فيه بسيطة جدا، واحنا استخدمنا ارقام عشان بس نرسخ الفكرة دي، لكن اعتقد الفكرة وصلت بشكل سهل ان شاء الله. طبعا في نظريات، ايه النظريات؟ ما احنا باحثين، ناس بتبحث وبتدور عشان تدور على اسس لقيام التجارة الخارجية، عشان نقول في الاخر يا جماعة ان يجب ان يكون هناك تبادل ما بين الدول. طبعا يا جماعة لما قلت تبادل بين الدول معناها بالطبيعة هيبقى في تبادل بين الشركات، هيبقى في نشاط شركات، وهيوصلنا هذا المفهوم للادارة الدولية. ده القصد يا جماعة. خلي بالكم احنا هنا بنشرح مفاهيم او اسس اقتصادية، يعني احنا ناس دارسين ادارة، لكن اللي بنشرحه دلوقتي في اسس اقتصادية لا شك، والنظريات اللي احنا بندرسها قدامكم دي نظريات في الاساس نظريات اقتصادية يا جماعة، فاحنا بنحاول نبسطها قدر الامكان. لكن دوت لازم مهم ليه؟ عشان نعرف الشركات ايه الارضية بتشتغل عليها، ايه المناخ اللي بتشتغل فيه. ما النهاردة بتقول لي عن النهاردة التجارة الدولية والتجارة بين الدول، والدول لازم تتبادل، والدول لازم كذا كذا. طب ما ده معناه ايه؟ معناه الشركات ما بين الدول او الشركات داخل الدول لازم يحصل تبادل ويحصل مقايضة والى اخره. النظرية الثالثة بتكلمني بقى على نسب عناصر الانتاج. ايه نسب عناصر الانتاج؟ احنا خدنا عناصر الانتاج وتعرفين قبل كده، الارض والعمل وراس المال والتنظيم. الارض والعمل وراس المال والتنظيم، تفتكروا عناصر الانتاج يا جماعة درسناها يمكن في مادة مبادئ الاقتصاد او اساسيات الاقتصاد. الارض والعمل وراس المال والتنظيم دي بتشكل منظومة الانتاج يعني في اي مكان. طيب فهنا بيقول لك كيف نظرية نسب عناصر الانتاج، بيقول ايه يا جماعة؟ بيقول ايه في هذه النظرية؟ بيقول ان اسعار عناصر الانتاج بتختلف حسب الوفرة النسبية. يعني حسب الوفرة النسبية، يعني في بلاد يبقى في اجر العمالة منخفضة، مش كده ولا ايه؟ يعني في اسيا وفي بعض الدول تلاقي اجر العمالة منخفضة او العمالة رخيصة. ليه؟ لان في اعداد كبيرة المعروض منها اكثر من المطلوب. وفي دول اخرى تلاقي لا الاجور العمالة اعلى. ليه؟ لان المعروض فيها او المطلوب فيها اكثر بكثير من المعروض، المعروض محدود بين المطلوب عالي. فهنا بتختلف من دولة لاخرى، ماشي يا جماعة؟ ده بالنسبة للاجور. برضو اسعار المواد الخام، تلاقي في دولة المواد الخام فيها غالية او مكلفة او بتضطر تجيبها من برا، في دولة اخرى الطبيعة ادتها ربنا اداها يعني امكانيات كويسة، فبالتالي عندها مواد خام بتكلفة اقل ومتاحة والاخر. سعر الارض في دولة يختلف عن دولة اخرى، دولة المساحة فيها كبيرة عدد السكان فيها قليل، دولة اخرى لا عدد السكان كبير والمساحة اقل. فبالتالي هنا عناصر الانتاج هتختلف يا جماعة، عناصر الانتاج هتختلف. وبالتالي هيبقى فيه هنا بيقول لي ايه؟ هيبقى فيه السلع، عشان اطلع سلع وانتج سلع يا جماعة محتاج عناصر انتاج، فبالتالي هنا هتختلف يا جماعة. هنا هيقول لي بقى هيبان ان في دول عندها وفرة في عناصر معينة وقصور او نقص في عناصر اخرى. دي نظرية بتفسر بمنظور اخر. اقول له يا جماعة زي ما قلنا احنا ايه هي نظريات، كل نظرية بتحاول ايه توصلنا للمنظور او مدخل مختلف. لكن في كل الاحوال مش معناه ان في نظريه غلط ولا حاجه، لكن لا كل نظريه بتحاول تخلينا نبص الموضوع بمنظور مختلف. لكن كلهم هيصبوا في الاخر فين؟ هيصبوا في الاخر في ان التجاره ما بين الدول تجاره حتميه، وان قيام الشركات بانشطه على مستوى الدول برضو ده نشاط حتمي. ده اللي هنوصل له في الاخر يا جماعه. ففي هذه النظريه بيكلمني على ايه؟ بيكلمني على عناصر الانتاج ونسب عناصر الانتاج وكيف تؤثر هذه النسب في قيام التجارة الدولية. فبيقول لي هنا هتلاقي في دول
عندها عمالة رخيصة، في دول عندها موارد طبيعية، مثلا النهاردة بتحتاج دول مثلا بتنتج أو ممكن تنتج أخشاب، عندها غابات كبيرة. إذن المفهوم هنا إن في دول عندها وفرة في عناصر بعض عناصر إنتاج، ودول عندها وفرة في عناصر أخرى، فإذن دوت يحتم قيام التجارة ما بينهما. إذن بيقول لي هنا بقى سيقوم كل بلد بإنتاج السلع التي تعتمد على العنصر الذي يتوافر فيه بكثرة، وبما أن الأخشاب مثلا تتطلب كثافة أرضية رطبة، سيقوم بلد مثل كندا اللي عنده غابات كتيرة هينتج أخشاب، ماشي يا جماعة؟ وبالمثل بقى الصين عندها كثافة سكانية عالية، هتنتج السلع اللي بتطلب أيدي عاملة كثيفة أو كثيفة العمالة، زي الملابس مثلا، ماشي يا جماعة؟ البلاد الرأسمالية اللي توفر فيها عنصر رأس المال ديت زي الآلات وإلى آخره، ديت برضه هتنتج هذه السلع اللي بتطلب كثافة رأسمالية عالية زي السيارات مثلا. إذن يا جماعة زي ما قلنا النظرية هنا واضحة تماما، الدولة عندها ميزة أو عندها وفرة في عنصر إنتاج معين تشتغل عليه، ودولة عندها وفرة في عنصر إنتاج آخر بتشتغل عليه. فالقصة يا جماعة إن كله بيكمل، يعني الناس كلها بتكمل بعضها، والدول كلها بتكمل بعضها، والتجارة قايمة على كده، والتبادل وتعاملات الحياة عموما قايمة على الحتة دي. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ حينما يتم التبادل الدولي ستكون صادرات كل بلد من السلع التي تتميز فيه انتاجها نسبيا، اي السلع التي توافر لديه نسبيا عناصر انتاجها، وتكون اسعارها نفقات انتاجها، لذلك السبب منخفضه نسبيا على اسعار السياده في الاماكن. هنا هتلاقي بيقول لك ان سعر الدوله اللي عندها وفره في عنصر معين هتلاقي سعره منخفض، ماشي يا جماعه؟ فبالتالي هينتج المنتج دوت، هيستورد ايه بقى؟ هيستورد السلع اللي انتاجها عنده هيبقى مكلف، ماشي يا جماعه؟ هيجيب السلع دي من فين؟ من دوله انتاج السلع دي فيها غير مكلف او تكلفته منخفضه، يعني بمعنى صح، لان الدوله ديت عندها ايه؟ عندها مزايا وفره في هذا العنصر. يبقى انا عندي عنصر ما انا متميز فيه ومتفوق فيه، يبقى انا هنتج المنتجات اللي بتعتمد على هذا العنصر، سواء العنصر ده بيعتمد على عماله، بيعتمد على راس مال، بيعتمد على تنظيم، بيعتمد على التكنولوجيا الى اخره، وهنتجه واتميز فيه واطلعه واصدره، واجيب من دول تانية ناس عندها وفره في عنصر اخر، العنصر دوت انا عندي مكلف بيسبب لي تكاليف عاليه وعامل لي مشاكل. طيب يا جماعه احنا كده خدنا كام نظريه؟ ثلاث نظريات. خدنا كام يا جماعه؟ ثلاث نظريات. يبقى خدنا نظريه الميزه المطلقه، وخدنا نظريه الميزه النسبيه، خدنا نظرية نسب عناصر الانتاج. بيكلمني طبعا هنا يا جماعة ليه الشركات، طبعا بيكلمني على الشركات تحديدا، والكلام ده احنا ذكرناه قبل كده يا جماعة، ذكرناه قبل كده هذا الكلام، وقلنا الشركات ليه بتتعامل مع العالم الخارجي، وليه بتتعامل مع شركات اخرى. فبنحاول احنا سريعا نذكر هذه الاسباب. اول حاجه بيقول لي الاستفاده من الطاقه غير المستغله، ان في النهارده شركه شغاله مش شغاله بطاقتها كامله يا جماعه، فما النهارده بيقول لي مصنع احذيه مثلا شغال لمده 10 ساعات في اليوم، وهو المفروض يشتغل 16 ساعه، فعنده طاقه فائضه، واخدين بالكم يا جماعه؟ فهو ال10 ساعات ديت بيشتغلها انتاجه اللي بيطلعه بيكفي السوق المحلي بتاعه، لكن هو عنده امكانيه انه يشتغل ايه 16 ساعه، وست ساعات هيشتغلها الزياده ديت من خلالها بيطلع الانتاج بتاعه ايه خارج الحدود. يبقى دوت سبب اساسي بيخلي الشركات تتاجر مع الخارج، ان هي تستفيد من الطاقه اللي هي يا جماعه من الطاقه غير المستغله، وبالتالي تستطيع ان هي تتعدى الاسواق المحليه وتصل الى ايه؟ الى الاسواق الدوليه، وتستغل طاقتها وتستغل انتاجها وامكانياتها في انها تقدم منتجات ايه؟ تصدر للخارج. قال لي تخفيض التكاليف، طبعا بيقول لي اذا كانت السلعه بتطلب انشاءات ضخمه يا جماعه، يعني خلي بالكوا دايما نقول ايه، لما يزيد الانتاج بتقل تكلفه الوحده ولا بتزيد؟ المفروض بتقل تكلفه الوحده. ليه يا جماعه؟ عشان في تكاليف ثابته عندنا، احنا تكاليف ثابته وتكاليف متغيره. تكاليف ثابته لا تتغير بتغير الانتاج، زي تكاليف ثابته هي ثابته ما بتتغيرش، زي النهارده بيقول لي الايجار مثلا بتاع المبنى دوت ثابت ما بيتغيرش مثلا، واخدين بالكوا يا جماعه؟ رواتب الموظفين ثابته ما بتتغيرش مثلا، لكن في عوامل اخرى متغيره، بتتغير حجم الايه؟ حجم الانتاج. النهارده الطاقة الكهربائية المستخدمة بتتغير تغير حجم الانتاج، مش كده؟ المواد الخام وكميتها.
تتغير بتغير حجم الانتاج. فبالتالي هنا بيقول لي كمان لما هي يكون معاها مصانع وشغل وشركات وانشاءات، واخدين بالكم يا جماعه يعني معنى ايه النهارده؟ انا طالما هصدر بره محتاج انشاءات، انا كشركه محتاجه انشاءات مباني، واخدين بالكم يا جماعه؟ فدوت كل ما بعمل انشاءات مباني بزود الانتاج بتاعي عشان اصدر بره، تكلفه الوحده بتقل، ودوت بيخليني انا بيمكنني ان انا اقدم المنتج بتاعي في اسواق دوليه وباسعار ايه؟ اسعار مناسبه. يبقى ده برضو سبب تاني. اذا يا جماعه الحاجات اللي احنا بنقولها دي خلي بالكم حاجات منطقيه وحاجات يعني احنا بس بنحاول عشان نتكلم على اداره الاعمال الدوليه بنفهم القصه والفلسفه والعمق بتاع الموضوع، ليه بيتم ده؟ واخدين بالكم؟ لكن اعتقد ان احنا كلنا مدركين تماما ليه اي شركه لازم تصدر؟ ليه اي دوله لازم تصدر؟ ليه اي دوله لازم تتعامل مع دوله اخرى؟ ليه اي شركه ممكن تفكر انها تتعامل مع شركات اخرى؟ يبقى في اندماج او تكامل او كذا وكذا لاسباب واضحه ومنطقيه. واضح تماما ان المنافع لا تعود على طرفين فقط، ولكن تعود على ايه؟ على عده اطراف يا جماعه، بتعود على ايه؟ على عده اطراف. بقى بيتكلمني على تحقيق ارباح اضافيه، طبيعي جدا يا جماعه ان النهارده بيقول لي ان الاسعار هتختلف من دوله لدوله. فالنهارده يا جماعه بيقول لك انت ممكن لو انت شغال على المستوى الدولي، الشركه شغاله على المستوى الدولي، انها ممكن ترفع اسعارها في مكان وتخفض اسعارها في مكان اخر، وبالتالي يا جماعه العمليه فيها مرونه وفيها مكاسب. انت النهارده فبتديح فرصه للشركات تحقق ارباح. النهارده السوق دوت لا في ظروف اقتصاديه معينه بتحتم ان هو او مثلا هو داخل السوق المحلي بيبيع بسعر منخفض مثلا، لكن في اسواق دوليه خاصه في دول مثلا فيها اقتصاد قوي، فيها طلب قوي، فيها كذا، يقدر يرفع الاسعار وبالتالي يستفيد كناحيه ماديه ويحقق ارباح اضافيه، وهي منطقيه ايضا طالما انت بتبيع على مساحه اكبر او العدد اكبر طبيعي انك انت تحقق ارباح. بعد كده تنويع وتقليل المخاطر، طبيعي جدا يا جماعه النهارده انت لو شغال كشركه على مستوى الدولي في اسواق دوليه، النهارده السوق دوت فيه مخاطر، يبقى السوق الثاني هيعوض معايا، السوق دوت فيه كساد يبقى لا السوق الثاني فيه رواج يبقى فيه استفاده ولا اخره. فدوت كمان بيمكن من تنويع وتقليل المخاطر يا جماعه. يعني خلينا نكتفي في هذه المحاضره الى هذا العنوان، وان شاء الله في المحاضره القادمه باذن الله تعالى هنتكلم على الميزه التنافسيه للدول، وهندخل بعد كده ان شاء الله في الفصل الثالث باذن الله تعالى. نتمنى ان احنا نكون استوعبنا الكلام اللي احنا شرحناه النهارده، وكلام سهل مش صعب ابدا، الكلام فيه مفاهيم اقتصاديه فيه بعد اقتصادي واحنا ناس دارسين اداره، لكن احنا تناولناه ببساطه وبتبسيط، حتى المرجع نفسه برضه يعني بيتناوله ببساطه، لان احنا اللي يهمنا برضه في الاخر احنا نعرف الارضيه اللي شغال عليها الشركات ازاي والعمق بتاعها ازاي. بعد كده نبدا نتكلم بقى على الاداره الدوليه، الاداره كاداره بقى، تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابه بتتم ازاي على المستوى الدولي، الموارد البشريه كوظيفه بتتم ازاي على المستوى الدولي، التسويق بيتم ازاي على المستوى الدولي، التخطيط الاقتصادي بيتم ازاي على المستوى الدولي. واعتقد ان كنتوا جميعا بتنتظروا هذه الفصول اللي دوت جاي في صميم تخصصكم. فاحنا في الفصول اللي فيها بعد اقتصادي نتعاون مع بعض ان شاء الله ان احنا ايه نحاول نبسط المعلومه وباذن الله نوصلها بشكل كويس. اتمنى لكم التوفيق ولقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.